استاذ فؤاد المهندس، هل ترى ان كلما زادت احباطات الناس كلما اشتدت حاجتهم الى الضحك؟ والله مش عارف، احنا في مصر هنا بنحب الضحك دايما، سواء كان في احباط او ما فيش احباط، بنحبه واحنا مبسوطين، بنحبه واحنا محبطين، بنحبه واحنا قلقانين، بنحبه واحنا زعلانين. وبعدين ما انساش ابدا يوم ما والدتي توفت ووالدي بيتفق مع الـ الحانوتي، نعم، وجاله اسمه معلم عرفه، نعم، فبيقول له يا معلم عرفه انا يوم الوفاه الصبح فشوف حتى يعني احنا، والدي اصله كان ظريف في كلام، نعم، وما يمنعش النكته ولا يمنع الافيه، فقال له يا معلم عرفه انا عايز التربه تكون تربه ترد الروح. فشوف يعني شوف الظرف في اشد الاوقات حزنا، فاهو احنا بنحب الضحك للضحك، بنموت في الضحك. انت اعتذرت ليه لانيس منصور عن حلمك يا شيخ علام اللي عملها بعد كده امين الهنيدي؟ هل حجم الضحك قليل؟ لا، ولا انت حسيت انه ده عظم من غير لحم؟ لا 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 لا، الروايه المسرحيه كانت مسرحيه ظريفه، انما كان الدور انا مالقش في اني البس اللبس ده، ما اعملش شيخ علام، انا فؤاد المهندس، ما يركبش معايا ده. انا ليا مواصفات معينه في الشغل، مواصفات تركيبه معينه، التركيبه دي تكون فؤاد المهندس وتكون الدور اللي لعبه فؤاد المهندس. فما كانتش كده، قلت له مع ظرف الروايه ومع كميه الضحك الهائله اللي فيها اللي موجوده فيها، معلش الدور ما يلائمنيش، وقبل هذا بكل صدر رحب. الكاتب الفنان الاستاذ انيس منصور، لعلك اوجزت او لخصت باسلوبك الرشيق فؤاد المهندس عندما قلت عنه انه المركة المسجلة للضحك الراقي. السؤال، ماذا قصدت بهذه العبارة؟ وهل هناك ضحك غير راقي؟ هناك ضحك غير راقي، لانه المضحك او الممثل الكوميدي بيلجأ الى حيل تضحك المتفرج باي شكل، ووسائل الضحك هي الكلمة او الحركة. بعض المسرحيات بتلجأ الى حركات مبتذلة والفاظ نابية، وليس في كل مسرحيات فؤاد المهندس كلمة نابية أو حركة غير لائقة. وزي ما الواحد يقول إن فلان الفلاني ده إنسان، من المؤكد إنه إنسان، لكن مجرد إن أنا أقول إنه إنسان أنا بأؤكد على جانب الإنساني فيه. فلما أقول فؤاد المهندس مضحك جدا ولكن بصورة راقية، فأنا عاوز بهذه الصفة أعزله عن بقية الضحك الذي ليس راقيا. هل تعتقد أن الضحك غير الراقي منتشر هذه الأيام في مسارحنا؟ منتشر جدا، وهو موضوع خلافي. في ناس يقول لك أن الجمهور عاوز كده، يعني أن هناك نوعية من المتفرجين لا يضحكها إلا الفرقعة في اللفظ أو في الحركة، والمعنى ده أنه قد كده يعني في تصورهم الجمهور بليد لدرجة إن ما كانش حد يزغزغه بالقوي أو يضربه على دماغه ما يفوقش عشان يضحك، أو زي ما تقول إن بعض الناس ما يأكلش الأكل إلا إذا كان فيه شطة. نعم. فهذه هي النظرية التي ترى إنه المسرح يعطي للناس ما يريدون، لكن في خلاف عليها، وهو إنه هل المسرح أو هل مهمة الممثل المسرحي إنه يدي للناس اللي هي عاوزاه؟ هو لازم يدي للناس اللي هي عاوزاه صحيح، لكن فيه مهمة أخلاقية، فيه مهمة تربوية، فيه مهمة إصلاحية، لأن ألف باء الإضحاك إيه؟ زي ما قال أرسطو من 25 قرن، إنك أنت بتضحك الناس على عيوبها، تضحك البخيل على نفسه، الجبان على نفسه، وعن طريق إضحاك الناس على نفسها يتم كما قال أرسطو التطهير اللي هو الكاثارسيس. نعم. إنك أنت تضحك من نفسك فما تعملش العملة دي. سؤال، هل
أنا عشان تضحكني على عيوبي تقوم تضيف لي عيبا آخر وهو بلادة الحس وفساد الذوق وانحطاط الخلق؟ الجواب لا. جميل. أنا أشوف أن المسارح أغرقت في قضايا من صنع المؤلفين والممثلين، في حين أن الواجب الأخلاقي والفني يقتضيها أن تساهم بشيء. بإيه؟ بإضحاك الناس على عيوب كتيرة جدا، عيوب كتيرة اجتماعية، عيوب كتيرة أخلاقية، عيوب كتيرة من العادات والتقاليد، عيوب في الشخصيات. بالشكل ده يبقى المسرح مساهم بشكل إيجابي في علاج مشاكل حقيقية وليس مشاكل سابقة التجهيز، جهزها المخرج مع الممثل مع المؤلف. هل معنى هذا أن قومية الفكاهة ضرورة، بمعنى أن تنبعث الفكاهة من مشاكل محلية؟ نعود إلى العبارة التقليدية التي قالها شيشرون، وهي أن المسرح مرآة المجتمع، بمعنى أن أنا كمتفرج أرى مشاكلي على المسرح. لأن الممثلين بيعملوا إيه؟ الممثلين بيخلقوا حياة خاصة بيهم، وأنا قاعد في الصالة بأتسلل أو ببص من خرم الباب أو من الحائط الرابع أشوف حياة هي حياتي. ده مفروض أن المسرح يعكس ما نعيشه، لكن بيعكسه بفنية، لأن الواقع مش منظم ولا مرتب بالصورة اللي احنا بنشوفها دي. ففي هذه الحالة واجب المسرح أن يعرض المشاكل القومية أو المشاكل الوطنية. طبعا كل المعاني عند كل المؤلفين زي بعض، الخير واحد والشر واحد والضحك واحد والأسى واحد والحزن واحد، لكن يختلف فنان من فنان من ناحية الشكل. زي انت ما تقول ان المادة الأولية واحدة لكن النسيج مختلف، او النسيج واحد لكن القماش مختلف، او القماش واحد لكن التفصيلة مختلفة. نعم. فدي مهمة الفنان، انه يخرج اولا انه يعبر عن قضايا او مشاكل وطنية او قومية ويديها الشكل الانساني اللي يجعلها عالمية. ربما الذي ينادي به بيرجسون مثلا. مثلا. نعم. بيرجسون في تفسيره للاضحاك او للضحك ان احنا بنضحك على الآلية. زي ايه؟ واحد بيتكلم بسرعة قوي كأنه مش مسيطر على نفسه، أو واحد بيتكلم ببطء كأن حد متسلط عليه، أو يمشي في الشارع يقع الكعب الفطوبة. نعم. فهو ترمى كمادة. فأنت بتضحك على أن إنسان تحول إلى حجر، إلى جانب الإضحاك من التناقض أو من المفارقة أو غيره، وده له شكله العالمي. أي. بالمناسبة أنا قريت عبارة للأستاذ أنيس منصور بيقول فيها فؤاد المهندس هو المركة المسجلة للضحك الراقي. إلى أي مدى هذه العبارة صحيحة؟ هل هي عبارة مجاملة أم عبارة تؤكد حقيقة؟ لا، ده هي عبارة علمية 100%، لأنه الضحك طبعا لابد أن احنا نفرق ما بين الضحك وما بين الكوميديا، ما بين الضحك وما بين الكوميديا. ده علميا، ده علميا، يعني ممكن ما يضحك ليس كوميديا. بالضبط، لأن ممكن حضرتك تضحك نتيجة لموقف حرج، ممكن حضرتك تضحك نتيجة لموقف هستيري، ممكن حضرتك تضحك بأن واحد يدغدغ أي جزء من جسمك، ممكن تضحك بأن أطلق عليك غاز الديناتروجين وده غاز ضاحك ممكن تضحك فيه من غير ما تشوف مسرحية كوميدية. كل هذه الأنواع الضحك ما تدخلش في الكوميديا. ممكن يبقى دم تقيل أقول لك نكتة تضحك. بالضبط. لا، أنا بضحكش بقى عليك أنت كممثل. أنا بضحك على التركيبة اللي جوه النكتة. تمام. حتى لو كان، لو اسف قوي، لو انه ظل اللي بيقول هذه النكته ثقيل. تمام. عشان كده النكت بتنتقل كثيرا جدا، الناس ما بتضحكش على ملقي النكته، انما بتضحك على التركيبه نفسها اللي في بتاعت النكته. تمام. طيب على فؤاد المهندس بقى. فؤاد المهندس يعني اي نوع من الضحك عند فؤاد المهندس؟ هو ضحك مرتبط بموقف داخل جوه تركيبه المسرحيه، لان الضحك الكوميديا قايمه على شيء هام جدا، هي نظريه عدم التطابق. نعم. بمعنى انه يبقى رد الفعل غير مطابق للموقف فيحصل، لانه هو الكوميديا قايمه اساسا انه في عيوب في البشر، هذه العيوب في الحياه العاديه ما تضحكش، يعني الحماقه في الحياه العاديه ما تضحكش حد، الغفله ما تضحكش حد، البله ما يضحكش حد. هل دي نظريه بيرجسون في الضحك؟ بيرجسون طبعا نظريته في الضحك متحدده، وده جزء منها. نعم. انه الاليه في الحياه زي ما قال بيرجسون مثلا، الاليه في الحياه لو شفتها في الحياه العاديه ما تضحكش، انما على المسرح بتضحك. يعني لما انت تصادف في مسرحيه من المسرحيات شخص بيتصرف بشكل آلي انت بتضحك عليه،
لأنه الآلية الحياة لا يمكن على الإطلاق تغفر الآلية، لأن الآلية معناها عدم التجديد. تمام. فالحياة تتوقف. تمام. فلما بتنقل هذا على المسرح أنا بضحك عليه لأن أنا برفض الآلية، إنما يتوقف الضحك إمتى؟ عندما تشعر بالأسى. أول ما تشعر بالأسى تتوقف عن الضحك. عشان كده الفرق بين الكوميديا وبين التراجيديا، أن الكوميديا على طول لأساسها أنه بيفصل الشخصية عنك كمتفرج، لأنه بيعمل كم من المبالغة لا تجعل الشخصية واقعية. يعني البخيل لما تيجي تصوره في المسرح بيعمل بيبقى تصوير مبالغ فيه، أو بيسموه يعني هذا التصوير المبالغ بيفصلك أنت كمتفرج عنه. آه. فتبتدي تضحك عليه. طيب. إنما وانس أنك أنت لحظة ابتديت تأسف له يتوقف. من فضلك، الكاتب الفنان أنيس منصور قال عن فؤاد المهندس أنه الماركة المسجلة للضحك الراقي. أنا عجبتني العبارة، لكن نفسي أسأل سناء جميل، هو في ضحك غير راقي؟